طبعا هسه حاليا بمنطقة العوجي بشارع المياه، بالشارع اللي صارت فيه الإصابة. هسه حاليا قاعد نعقم السيارة اللي نقلوا بيها الحالة. طبعا الحالة صارت أمس الساعة بالثنتين، نقلوها للمستشفى، ولحد هسه ما حد اجى خذ باقي أفراد العائلة. هنا أخو المصاب ويعني اي اخوي، ما حد جاكم لحد هسه؟ اي ما حد اجانا، امس اخذت الحاله بالثنتين الظهر، بحصول المستشفى بالخصيب، فرسونا للمستشفى الجمهوري. بحصول اخذت لهم فراس البارحه، طلع بيها هذا المرض الفيروس. يا حتى المستشفى قلت لهم عائلتها شلون قدام يوم فرد بطاني، شلون ينب علي الدكتور يقول لي والله اللي يطيح جيبه، يعني حكي هذا اللي يطيح جيبه، وهسه لحد الان شفت عينكم ماكو. زين هسه باقي العائلة اكو عليهم اعراض؟ عندهم اعراض، عندهم بالخمس نفرات عندهم انفلونزا طقم. ولحد هسه ما حد وصل؟ لحد الان ما وصل لهم، عندهم اعراض كلهم هسه حاليا. بس اللي رسالة للصحة، يعني اريد الناشد الصحة، يمتى يجون ياخذون هاي الاعراض؟ مو هنا المنطقة كلها عائلة، عبارة عن عائلة واحدة وكلهم يختلطون سوا، اذا ما ياخذون المصابين شلون؟ يعني كل احنا عمام سوا، كل احنا عمام، واحد طبع الثاني، وزين لا اجت الصحة لا اجت شيء. يعني كارثة، يعني كارثة حسب المنطقة. كارثة يعني المنطقة، منطقة كلش كبيرة بها اعداد، يعني ما يقارب ال 400 500 شخص. اذا ما اجوا الصحة يعني راح ينتشر المرض بشكل كلش كبير، فاحنا اللي نريده انه الصحة تتوجه لهم. اذا تجينا الصحة تجينا تبحث، احنا نريد نروح تبحث هسه، واحد يضل ينتشر الوباء لازم نروح. يعني شلون ياخذوني؟ يعني احنا نقول دائما الصحة والوزارة يقولون انه ماكو وعي، هذا الوعي عند الناس، هو الناس قاعد تقول لك تعال افحصني، انا عندي اعراض تعال افحصني، دز اسعافاتك، الصحة ما قاعد تجي ولا قاعد تجي المستشفيات.